أهلا بيكم في الحلقة الخامسة من برنامج بعد رمضان. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا زي ما قريته في العنوان، وهو إزاي نتغلب على فقدان الشغف والكسل. فبجد الفيديو مهم جدا لأي حد فاقد الشغف وأي حد كسلان ومش قادر يعمل أي حاجة. اتفرج على الفيديو ده لأنه بجد هيغير حياتك. طبعا لو عجبك حلقات بدر رمضان انزلي تحت اعملي لايك للحلقة دي وشيري كمان الفيديو عشان اصحابك يستفادوا، كمان تابعوني على الانستجرام وعلى التيك توك، كل اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. ويلا بينا نبتدي الفيديو. نتغلب على فقدان الشغف والكسل. كلنا شغفنا في ذمة الله، ومفيش أي حاجة تدل على الاستمرار، ومطلوب منك إنك تذاكر وتشتغل وتنزل جامعة وتنزل مدرسة وتظبط وقتك وتشوف ايه اللي وراك وتعمله عشان تحقق اللي انت عايزه. ولكن بيجي علينا وقت حرفيا لا بنبقى طايقين لا مذاكرة ولا شغل ولا بنبقى قادرين نعمل أي حاجة، وبنبقى عايزين ان احنا نفضل قاعدين كده ما بنعملش فعلا اي حاجه. فانا جاي اقول لكم ازاي نرجع شغفنا ونبقى متحمسين للحاجه، ولما نقع مره ازاي هنقوم ونرجع تاني زي الاول ويمكن احسن. اول حاجه، بلاش نصيحه الفاضي على الماء. لو بتعتبروني اختكم بجد بلاش الموضوع ده خالص. مش كل ما نشوف مثلا واحده صاحبتنا تعالي تعالي شوفي ايه اللي حصل لي، تعالي انا حصل لي كذا كذا، تقعدي تحكي لها بالتفصيل بقى الممل وشفتي انا حياتي عامله ازاي. كتر الشكوى هتخليكوا فاكرين المشاكل اللي عندكم، وهتخلص طاقتكوا على الاخر، وهتفضلوا طول حياتكم في هم وحزن وغم، مش هتخلصوا من الحوار ده ابدا. ولكن لو الموقف حصل ونسيناه بجد الموضوع هيعدي ومش هنحس باي حاجه. طبيعي متعودين ان اي مشكله بيبقى فيه اسباب قبليها. طيب ايه سبب الانطفاء او فقدان الشغف او الكسل؟ تعالوا ندور شويه على الاسباب. طيب افرض يا ساندي انا ما عنديش اسباب، يبقى نشوف اللي حوالينا. زي ما سمعتوا اللي حوالينا، البيئه اللي حوالينا، البيت، الصحاب، الجيران، الشارع، اي حاجه محوطانه بتاثر فينا. فلازم تعرف اسباب فقدان الشغف عشان تعمل موف اون من الموضوع وترجع تاني لحياتك الطبيعيه. ولو انت فاقد الشغف خد بريك، بس في فرق ما بين البريك اللي هيقومك ويعيد نشاطك وحيويتك ويتخليك تستمر في حياتك، وبين البريك اللي هيخليك عامل زي البطه البلدي. خدوا استراحه، خدوا البريك، خدوا يوم، خدوا يومين، خدوا، بس مش تبقوا عاملين زي البطه البلدي. انت هناخد استراحه هنفصل فيها عن اي حاجه، هنفصل فيها عن زعل، هنفصل فيها عن كل حاجه حرفيا، وهنرجع تاني لطاقتنا وحياتنا ونستعيد نشاطنا وكل حاجه. فانا عايزه اقول لكم بلاش نعمل الحاجه واحنا زعلانين او متضايقين، لان بجد 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 خدوها مني نصيحه، لو انت بتعمل حاجه وانت متضايق صدقني الحاجه دي هتطلع وحشه. طول ما انت بتعمل حاجه بكل حب صدقني هيطلع كل طاقه الحب اللي جواك في الحاجه اللي انت بتعملها، وبجد النتيجه في الاخر هتعجبك. افتكر انت هتعمل الحاجه دي ليه، وافتكر اهدافك اللي انت عايز تحققها، وافتكر احساسك لما تنجز الحاجه اللي ورا. بس للاسف احنا كمصريين بننسى ان احنا بنعمل الحاجه دي ليه، وتوقف حياتك على ناس ما تستاهلش وعلى مواقف حرفيا ما تستاهلش. ولو بعد كل ده لسه قاعد وانتهى خلاص حلول الارض والحل متروك لحلول السماء، هرجع اقول لك برضو غصب عنك هتعمل الحاجه اللي وراك. علشان يا جدعان ما نزعلش على كل دقيقه راحت كده على الفاضي من غير ما نستغلها او من غير ما نحقق فيها اي انجاز احنا كنا عايزين نعمله. في الاخر باختصار عايز اقول لكم ان القرار قرار، في فترات بنبقى فيها بكل طاقتنا وفي فترات تانية بنبقى تحت الصفر. وزي ما النهار والليل ليهم فتره معينه وبيروحوا، احنا برضو في فتره فقدان الشغف بتروح وتيجي، وان الحياه ساعات بتبقى فوق يا سواعي بتبقى تحت. فباختصار انا عايز اقول لكم ايه، اتقبل حياتك، اتقبل حياتك زي ما هي. نفصل ما بين مثلا الزعل والشغل، زعلان متضايق فاقد الشغف، خد بريك، بس هناخد بريك اللي هيقومنا تاني ويعيد نشاطنا وعشان نرجع بكل طاقتنا، مش البريك اللي هينيمنا في السرير زي البطه البلدي زي ما قلت لكم. ساعد نفسك انك تكون احسن، ساعد نفسك انك تكون افضل، تحقق كل اللي انت بتحلم بيه. هون على نفسك، لو عملت حاجة هات لنفسك هدية بسيطة، ما تستناش اي حاجة من حد. وعايز اقول لكم كمان ان محدش معاك ال 24 ساعة، بجد محدش معاك ال 24 ساعة. صاحبتك الانتيم مش هتبقى معاك ال 24 ساعة، صاحبتك الانتيم مش هتحقق لك اهدافك. اللي معاكي بجد وهتفضل معاكي ال 24 ساعة هي نفسك. فكل اللي عليكي امسكي ايد نفسك، عدي بيها الطريق، عدي كل الصعوبات اللي هتقابليها، وافتكري الحاجات اللي انتي عايزة تحققيها. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهاردة، بتمنى تكونوا اتبسطتوا وتكونوا استفدتوا. لو عندكم اي سؤال اكتبوه تحت في الكومنتات، وشوفكوا على خير في الحلقة الجاية. باي باي.